وياكم دكتور حيدر توفيق، اختصاص الجراحة العصبية وأمراض وإصابات العمود الفقري والدماغ. اليوم نحكي لكم عن آلام العنق نتيجة الروتين الحياة اليومية والتطور اللي صار باستعمال الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. يعاني الكثير من الناس من مشاكل آلام العنق ومشاكل فقرات العنقية. ممكن أن المريض يراجعنا يعاني من الصداع خصوصا من المنطقة الخلفية من الرأس، دوار خدر بالأكتاف بالأطراف العليا، ألم بالأكتاف بالأطراف العليا، وأحيانا تحدد بالحركة وصعوبة بالإجراء الروتين اليومي اللي كان متعود عليه سابقا. يحتاج المريض حتى نشخص الحالة الصحيحة يحتاج إلى أن نأخذ من عنده التاريخ المرضي للأعراض اللي صارت عنده والفحص السريري حتى نحدد بالضبط مكان المرض أو مكان التعب اللي صاير عنده، ونحتاج إجراء الفحوصات الأشعة اللازمة من الأشعة والرنين المغناطيسي حتى ممكن وراها نحدد طبيعة العلاج اللي يحتاجه. علاج المشاكل العنق يتراوح ما بين العلاج التحفظي والعلاج الطبيعي، وأحياناً نحتاج إلى أنه نستخدم الياخل للفقرات العنقية، ونحتاج أحياناً بالحالات المتقدمة اللي تتضمن أنه ضغط على الأعصاب العنقية وضغط على الحبل الشوكي وضغط الحبل الشوكي تضيق القناة الشوكية، نحتاج إلى التداخل الجراحي. وطبعاً كل حالة لها نوعيتها وطبيعتها من أنواع التداخل الجراحي.